وهذا خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق ينضم إلينا على الهواء مباشرة. مرحبا بك خليل. إذا ماذا عن الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السورية لاستقبال النازحين من لبنان؟ أهلا بأميمة. في الحقيقة الحكومة السورية ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في لبنان والقصف الإسرائيلي الهمجي على لبنان بدأت جميع القطاعات المعنية بهذا الأمر، وأتحدث هنا عن وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة التربية، جميع الوزارات الحكومية السورية المعنية بهذا الأمر. لكن الاستنفار الكبير الذي شهدناه خلال ال 24 ساعة الماضية هو ما قامت به وزارة الصحة، حيث أعلنت الجاهزية القصوى للمشافي وخصوصا في محافظات دمشق، ريف دمشق، وأيضا محافظة طرطوس وحمص، باعتبار أن هذه المحافظات هي لها منافذ حدودية مع لبنان. بالنسبة للقطاع الصحي، الاجتماع الأول الذي عقده وزير الصحة بعد تسلمه منصبه يوم أمس كان الاجتماع مع طاقم الوزارة أو مع الفرق المعنية بهذا الوزارة والدوائر المعنية لتأمين كافة احتياجات المشافي وخصوصا للمرضى أو المصابين الذين قادمين من لبنان. ولكن حتى هذه اللحظة ومن تواصلنا معهم على الأقل خلال ساعات هذه اليوم لم تصل إلى أي حالات مرضية، وأتحدث هنا عن إصابات حرب، لكن بعض هناك حالات المرضية. وعموم الذين وصلوا هم إلى هذه اليوم هم من السوريين الذين يقيمون في لبنان وبالتحديد في المناطق الجنوب. هؤلاء تقريبا حتى الساعة السادسة من مساء يوم أمس كان العدد تقريبا حوالي 11,000 شخص، بالنسبة للسوريين حوالي 4,000 شخص من اللبنانيين. هؤلاء وتحدثنا عن اللبنانيين توجهوا إلى منطقة السيدة زينب باعتبار أن هناك 3 فنادق تم حجزها لهم، إضافة إلى لديهم أصدقاء ومعارف وأقارب، أو البعض منهم توجه لاستئجار شقق سكنية، ومن لم يجد شقة سكنية أو لديه الإمكانية في الإقامة في فنادق أخرى توجه إلى مراكز إيواء أنشأتها الحكومة السورية. وشاءت الأقدار أن تكون هذه المراكز التي أنشأتها الحكومة السورية لإيواء السوريين الذين نزحوا من مدنهم وبلداتهم خلال سنوات الحرب، لكنها اليوم هي تعود لتستقبل اللبنانيين. وهنا تقريبا في محافظة دمشق تم افتتاح 3 مراكز، إن كان في الحرجلة أو في منطقة يبرود، هناك تقريبا حوالي 4 مراكز في محافظة حمص. جميع هذه الاستعدادات ليست هي تعمل على ما وصل اليوم، لكن ربما يكون هناك تصعيد أكبر خلال اليومين القادمين، ويكون القصف وصل إلى أو لا سمح الله إلى مناطق بيروت والشريط الساحلي في لبنان. بعموم السوريين الذين وصلوا خلال اليوم وأمس وتقريبا عددهم حوالي 17,000 شخص، غالبيتهم من مناطق ريف دمشق وأيضا من محافظات حلب وحماة ومناطق الجزيرة السورية شمال شرق سوريا. نعم أميمة. نعم أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من العاصمة السورية دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو.